الجزء الثالث في المحاضرة الحادية عشرة، صلاة الضحى. صلاة الضحى، حكم صلاة الضحى سنة مؤكدة. الضحى بتكون وقتها كما تعلمون من وقت حل النافلة إلى قبل يعني صلاة الظهر بتقريبا 15 دقيقة، عندما تكون الشمس في كبد السماء، فهذه من الأوقات المنهي عنها في الصلاة. 3 أوقات، عند الشروق إلى وقت حل النافلة، يعني بعضهم عملها نص ساعة، بعضهم عملها 12 دقيقة، وبعضهم عملها 15 دقيقة تقريبا، اللي هو مقدار ارتفاع الشمس فوق رأس الجبل برمح أو رمحين كما قال المالكية. والوقت الثاني قبل صلاة الظهر، عندما تكون الشمس في كبد السماء قبل أن تتحول ناحية الغرب وقت حل صلاة الظهر، وقبل الغروب أيضا الوقت القليل هذا قبل غروب الشمس. صلاة الضحى سنة أكدة، النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، لذلك هي سنة أكدة، بل ورغب الناس فيها وبين فضلها حتى يشجع النبي صلى الله عليه وسلم، يشجع المسلمين على أدائها. في رواية مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة، السلامة اللي هي عظام الجسد، المفاصل بتاعته يعني مفاصله، من أحدكم صدقة، في كل يوم على كل مفصل صدقة، كل تسبيحة وتهليلة صدقة، وتكبيرة صدقة، وتحميدة صدقة، سبحان الله صدقة، لا إله إلا الله صدقة، الله أكبر صدقة، الحمد لله صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ أحدكم من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. أيضا أحمد ومسلم قال زيد بن أرقم: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء، منطقة جنوب المدينة على بعد ميلين منها، وهي التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أول صلاة عندما وصل إلى المدينة، وهم يصلون الضحى، فقال: صلاة الأوابين. صلاة الأوابين، العلماء على الأرجح صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، والأواب اللي هو الراجع إلى الله عز وجل كثيرا بالتوبة والإنابة، وهذه صفة إبراهيم الخليل، إنه أواب حليم، أواب حليم. الأوبة يعني العودة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام صلاها، فالعلماء قالوا هذه صلاة الأوابين. بعض أهل العلم قالوا صلاة الأوابين هي سنة مفقودة عند كثير من الناس ما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل في هذا الوقت، يصلي ركعات ما شاء الله له إلى أن يؤذن للعشاء، إلى أن يؤذن للعشاء. بعضهم قالوا أن هذه صلاة الأوابين، لكن الصحيح هي صلاة الضحى تسمى صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. الرمضاء اللي منه رمضان اللي هو حر الشمس، والفصال ولد الناقة، المفرد فصيل، لما ترتفع الشمس ويشتد حرها في الرمال بيحصل لها عملية من السخونة، فولد الناقة الصغير ما زال يعني أقدامه لا يستطيع أن يعني يتحمل حرارة الشمس، فتجدوه عمال يرفع رجله، وضع رجله، يضع وهكذا، لأنه لا يستطيع أن يتحمل حرارة الشمس. ده أفضل الأوقات، أفضل أوقات إذا رمضت الفصال من الضحى. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيما أخرج البخاري ومسلم قال: أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن إلا أن أنام عن وتر إلا عن وتر، يعني قبل أن ينام يصلي صلاة الوتر. إحنا قلنا الإنسان عنده أمرين، عنده عزم وحزم، أن يقوم قبل الفجر يبقى الأولى والأفضل أن يؤخرها، شايف نفسه ممكن يعني يقوم على الأذان مباشرة يبقى الأولى أن يصليها عقب صلاة صلاة العشاء. قال: وألا أدع
ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين، وصيام 3 أيام من كل شهر. يبقى الوتر ركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر. وقتها بيبدأ وقتها من بدء حل النافلة، مقدار ارتفاع الشمس رمحا أو رمحين، يعني يقدر الرمح بثلاثة أمتار في رؤية العين. يقدر وقت حل النافلة، بعضهم قدروا بنصف ساعة فلكية من أول طلوع الشمس، احنا ذكرنا الأمر في ساعة، بعضهم قال 12 دقيقة 15 دقيقة نصف ساعة، لكن قلنا أن في وقت أفضل، في وقت أفضلية. وقت أفضلية يعني الساعة 10، إذا كان الظهر بيأذن زي دلوقتي كده الساعة 12 10 ونص يبقى ده وقت الأفضلية. إذا كان الظهر بيأذن الساعة 1 يبقى الساعة 11 ونص، وبينتهي وقتها قبل وقت الظهر بقليل. ليه؟ لأن هذا وقت نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، عاد ركعتها أقلها ركعتين، ولا حد لأكثرها على المشهور، لكن الإمام الشافعي حددها الثمانية، وحددها آخرون باثنتي عشرة ركعة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها أربعا وصلىها ثمانيا وصلىها أكثر من ذلك. أبو داود بإسناد صحيح عن أم هانئ تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سجدة الضحى، يعني صلاة الضحى، 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين مثنى مثنى، كل ركعتين يسلم، يعني من التشهد ويسلم، عدد ما صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات. عائشة رضي الله تعالى عنها في مروى أحمد ومسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، يزيد ما شاء الله. وهذه صلاة مهمة جدا. في الحديث القدسي يقول ربنا أيعجز أحدكم على أن يركع ركعتين أو 4 ركعات في أول النهار أكفه آخرة؟ يعني كأن صلاة الضحى غير إن هي بتكفي الإنسان على كل مفصل من مفاصله هذا صدقة، كمان ربنا سبحانه وتعالى يحميك ويعافيك ويكرمك طوال اليوم الذي يبدأ يوم بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم منهم.